السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة الثانية اللي كنا بنتكلم فيها عن البيئة الساحلية. عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر بيئة ساحلية متميزة تمتد على طول ساحل البحر الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى خليج العقبة والسويس. هنتعرف النهاردة عن خصائص السكان. أول حاجة لازم نعرفها أن سكان البيئة الساحلية بيتركزوا في المدن ومراكز العمران الساحلية. سكان البيئة الساحلية أولاد بيعيشوا داخل 11 محافظة ساحلية. يوجد بهذه المحافظات بعض المدن المليونية، بعض المدن المليونية زي مدينة الأسكندرية. يجيلي تعريف مهم جدا يقول لي ما المقصود بالمدينة المليونية من اسمها، هي المدينة التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، يعني مدينة بيزيد عدد سكانها عن مليون فرد. تعالوا نتعرف مع بعض يا مستر على أسباب تركز السكان في المحافظات الساحلية. لو أنا أخدت بالي يا مستر من الخريطة اللي قدامي، هنلاحظ أني في محافظات كثيرة زي ما أنا قلت 11 محافظة بيتركز فيهم سكان البيئة الساحلية. طب عايزين نعرف ايه هي الاسباب اللي خلت السكان يتركزوا في هذه المحافظات. اول عنصر توافر الموارد الغذائيه والمواد الخام، والموارد الغذائيه والمواد الخام هي اساس التنميه الاقتصاديه. ده كان اول عنصر من الاسباب اللي ادت الى تركز السكان في المحافظات الساحليه. رقم 2، ان المناطق الساحليه بشكل عام بتشجع على العمل في النقل البحري والتجاره والانفتاح على العالم الخارجي. كلمة الانفتاح على العالم الخارجي يعني التواصل مع العالم الخارجي عن طريق البحر. رقم 3، من العناصر اللي شجعت السكان على التركز في المناطق والمحافظات الساحلية توافر المناظر الطبيعية البيئية الخلابة، ودي بتعد مقصدا أساسيا للترويج والترويح والجذب السياحي اللي بيحب السياح ان هم يتمتعوا بمشاهدة هذه المناظر الطبيعية الخلابة من اشياء كثيرة جدا زي ما اتكلمنا قبل كده على الشعاب المرجانية وغيرها من المناظر الخلابة اللي بتعمل على جذب السياح وبتعمل ايضا على تركز السكان. في معلومة حابب ان انا اعرفها لك، الفرق بين المدينة والمحافظة. المدينة حبايبي هي عبارة عن مركز عمراني كبير بتقوم فيها عدة وظائف زي التجارة والخدمات الحكومية زي المستشفيات والمدارس إلى غيرها، والصناعة، وعدد سكانها كبير ولا يعملون بالزراعة. المحافظة هي جزء مصغر، هي وحدة إدارية كبيرة تتكون من مراكز وأقسام توجد داخلها المدن والقرى. يبلغ إجمالي محافظات مصر حوالي 27 محافظة لكل محافظة عاصمة. لو جينا نتكلم بقى عن موضوع النهاردة اللي هو بعنوان خصائص سكان البيئة الساحلية، هنتكلم أيضا عن الخصائص الاجتماعية والخصائص التعليمية والخصائص الاقتصادية. الخصائص الاجتماعية، هنلاحظ إن البحر لعب دور كبير جدا وتأثير كبير جدا في عادات وتقاليد وخصائص السكان في البيئة الساحلية. طب تعالوا نتعرف مع بعض إزاي البحر أثر على عاداتهم وتقاليدهم، علشان كده هنقسم هذه الخصائص إلى عادات إيجابية وأخرى سلبية. أولاً العادات الإيجابية زي إيه؟ قال لك يا مستر إن البحر أثر عليهم إن خلاه طريقة العمل بتاعتهم تكون طريقة عمل جماعي، لأن أعمال البيئة الساحلية تحتاج إلى التعاون زي الصيد والشحن وتفريغ السفن. يعني كانوا بيتميزوا بالعمل الجماعي مع بعض، سواء كانت في عمليات الصيد زي ما انت شايف في الصورة اللي قدامك او شحن وتفريغ السفن. رقم 2، البحر يا مستر في بعض الاحيان بيرتفع الموج بتاعه وممكن حياة الصيادين تتعرض للخطر، علشان كده غرس فيهم حب المخاطرة والشجاعة في مواجهة الاخطار الناتجة عن طبيعة البحر او العمل به. رقم 3، من العادات الإيجابية مشاركة المرأة للرجل بنصيب كبير في العمل. اشمعنى؟ لأن الرجال يقضون معظم أوقاتهم في الأعمال المرتبطة بالبحر، فبالتالي هي بتساعده في الكثير من الأعمال
لأنه بيقضي معظم وقته في الأعمال المرتبطة بالبحر. رقم 4 من العادات الإيجابية إن هم مصر بيقوموا بعمل بعض الاحتفالات الخاصة بهم اللي لها شكل معين وطقوس معينة زي ما انتوا شايفين في الصورة اللي قدامكم، زي مسابقات الصيد والمهرجانات الساحلية وبعض ألعاب الشاطئ. مش بس كده، سكان البيئة الساحلية بيقوموا بالانفتاح على العالم الخارجي، واللي ساعدهم على ذلك البحار أو البحيرات ساعدتهم على الاتصال بالدول الخارجية. زي ما قلنا هناك عادات إيجابية، فهناك أيضا عادات سلبية لسكان البيئة الساحلية. من ضمن هذه العادات الهجرة الغير شرعية، وكلمة الهجرة الغير شرعية هي هجرة الأفراد أو الجماعات بطرق غير قانونية خارج الدولة. يعني بنسمع كتير عن بعض الشباب كانوا حابين يهاجروا من دولتهم. هنتكلم مثلا عن بعض الشباب اللي حاب يهاجر من مصر، فمش بيجد الشكل الرسمي اللي هو يخرج بيه، لانه مش متوفر ليه فلوس التذكرة او فلوس الطيران او فلوس العمل، فبيهاجر بطرق غير شرعية ودي بطرق غير قانونية، فبتسبب برضو بعض الاضرار، لاما بيتم غرق هؤلاء الشباب لان هم بيسافروا في بعض المراكب الغير مؤهلة، او بيتم القبض عليهم او بيتم اعادتهم مرة اخرى الى مصر. رقم 2 من العادات السلبية لسكان البيئة الساحلية صرف المخلفات المنزلية والصناعية في البحر. السكان بيرموا المخلفات بتاعتهم سواء كانت مخلفات منزلية او صناعية في البحر. رقم 3 الصيد الغير قانوني، يعني مثلا الدولة بتكون منع الصيد في وقت معين او في منطقة معينة، هم بيقوموا بالصيد في هذه المناطق او في هذه التوقيتات، وده بيمثل صيد بشكل غير قانوني. دي كانت العادات السلبية لسكان البيئة الساحلية. لو جينا نتعرف على الخصائص التعليمية، هنلاحظ ان سكان البيئة الساحلية ترتفع عندهم نسبة التعليم، خاصة تعليم البنات، وبيهتموا ايضا بإقامة العديد من المدارس. علشان كده كل دوت ادى الى ارتفاع نسبة المتعلمين في البيئة الساحلية. لو جينا اتكلمنا عن الخصائص الاقتصادية، هنلاحظ ان سكان البيئة الساحلية عدد كبير منهم بيعمل بالتجارة، يعمل بالصيد، يعمل بالصناعة، وبعض السكان ايضا بيعمل بالزراعة. زي ما انا قلت في بعض المناطق زي مناطق شمال الدلتا على السواحل الشمالية نتيجة لسقوط الامطار. رقم 2 من الخصائص الاقتصادية ان هناك بعض التيارات الهجرة الداخلية. وانا قلت يعني الهجرة، الهجرة يعني انتقال الفرد من مكان الى مكان اخر سواء كان داخل الدولة او خارجها. هنا هنلاحظ ان تيارات الهجرة بتكون داخلية نحو المدن الساحلية، يعني هنلاحظ ان في عدد سكان كبير من البيئة الصحراوية او البيئة الزراعية بيهاجروا ويتركزوا في المدن الساحلية للعمل بالانشطة الاقتصادية. زي ايه يا مستر؟ زي الصيد، زي الرعي، زي الصناعة والتعدين، زي السياحة. كل دي بعض الأنشطة الاقتصادية اللي بيعمل بها السكان اللي بيهاجروا للمدن الساحلية. علشان كده هنلاحظ ان سكان واحد سيوة بيهاجروا للاستقرار في مدينة مرسى مطروح، وهنلاحظ ان في بعض سكان الوجهين القبلي والبحري، القبلي يعني الوجه بتاع الصعيد، والبحري اللي هو الدلتا القريب من البحر المتوسط، دول بيهاجروا الى مدينة الاسكندرية، وبعضهم بيهاجر الى الغردقة، والبعض الاخر الى شرم الشيخ والسويس. هنتكلم دلوقتي عن مشكلات السكان في البيئة الساحلية. هنلاحظ ان البيئة الساحلية او سكان البيئة الساحلية بيعانوا من الازدحام السكاني نتيجة لزيادة عدد السكان والهجرات اللي بتتم الى هذه المدن. رقم 2 التلوث البيئي، والتلوث البيئي ده يا مستر ادى لانتشار كثير من الامراض. طب تعالوا نتعرف على جهود الدولة لحل هذه المشكلات. الدولة طبعا قامت بالعديد من الجهود لحل مشكلات السكان في البيئة الساحلية، مثل إنشاء مدن جديدة زي مدينة برج العرب، إنشاء مصانع جديدة علشان تقدر توفر فرص عمل، ومد الطرق والكباري. ده كان موضوع درسنا النهاردة اللي اتكلمنا فيه عن خصائص سكان البيئة الساحلية. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى
أن أكون قد وفقت في شرح هذا الدرس، على أمل اللقاء في دروس أخرى إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.